انا عايزه اطير. مش عايز تبقى سوبر هيرو يا ياسو؟ تالت سؤال هو الاول والاخير. افتح بقى. النهارده يوم جديد معايا مع جوسبس مع ساعه اجابه بعائله سوبر هيرو. انا معايا من المصريين غدا عادل، شريف سلامه، استاذه مريه، استاذه سمر، اروى. انا عايز يكون عندي سوبر باور زي باتمان والحاجات دول، اطير زي كده. وهنا كنا بنعمل بروفا على مشهد كده، يعني مش عايز تبقى سوبر هيرو يا ياسو. واتفرجوا على الفيلم وقولوا لي ايه رايكم. لو انتوا تحبوا يكون عندكم سوبر باور تبقى عندكم عامله ازاي؟ انا عايزه اطير. في مثلا كلب هناك حد بيجري، اطير اخده واجري. ولد صغير خايف من حاجه، اطير. عشان هاي جوسف، انا هقول لكم دلوقتي انا عملت ايه في المشهد. باباي مش بيخليني التزم باي حاجه ممكن تقولها. كنت سهرانين، هو مسك التابلت وانا بتفرج على التي في وعمال اكل فشار. وهنا قعدت العب شويه قبل ما ادخل. وهنا كنت بصور مع جوسبس حلقه سبوت اون. اصلا ربي متواضع وخدي على بابايا ومامتي، اسمه اباظ. فهم استكشفوا اللي حصل، اصلا سبت الدولاب مفتوح ومخبي جوه، فاكيد بهدل الدنيا وقعدني. باي. النهارده يوم جديد معايا مع فيلم ساعه اجابه ومع جوسبس. ايه ده؟ الحمام وفي التلاجة ده الفرن وفي الكلب دي ولسه ده لسه راح لي بشعري ممكن اقعد دلوقتي اروح اصور عشان ما بيندهوا عليا. باي. العوالم دي كان بيسموها زمان، هما دلوقتي اسمهم رقصات. مثل فيلم اغنيتي انا قلبي خاصه، انا قلبي خاصة، عايزة معاملة خاصة. هتشكل. لا مش كده، كده هتطير. افتح بقى. لا ما تطلعش الزر، افتح بقى. صورت مشهدين تقريبا وانا كلب، ودلوقتي بريك. انا المفروض كلت عشان في البريك هنام. كلت واستناكم لما اصحى. وباي، تصبحوا على خير. النهارده يوم جديد معايا مع فيلم ساعه اجابه ومع جوسبس. وفي اليوم ده كنت بصور مع عيلة الشحاتين زي ما انا فاهمه، وحكيت لهم انا عملت ايه في نفسي. في حياتي ولا في الفيلم؟ مبسوطه الحمد لله. العيله دي عندك ايه؟ احلى عيله في الدنيا كلها. تالت سؤال هو الاول والاخير. الاول والاخير، التالت والاخير. ايه اكتر اكله بتحبي؟ يا ربي، محشي ورق العنب. وهنا بقى بدأت البروف مع أستاذ محمد ثروة والأستاذة إيمان السيد اللي بحبهم قوي. هاي. النهاردة يوم جديد بتصوير فيلم ساعة إجابة. معانا النهاردة جوسبس وفي عيلة المافيا. مجدي وطلعت دول كانوا بيبصولي، واللي ورايا ده كان المخرج أستاذ مصطفى أبو زيد. كنت عايزة أقول له إن أنا بحبه أوي.
اتفرجوا على الفيلم وقولوا لي ايه رايكم.